على القائم القريب، ولكن حارس المرمى متابعة دربكة، الفرصة مضيع. هناك محاولة، هنا تصويبا، هذه السقوط، الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، ونتابع يتقدم يا رب. لاعبين ايضا عليهم الاضواء، لكن جوما يخطف الاضواء في محاوله في متولي قويه يا رب. كره تصل الان في مكان الله على المرور، الله على متولي، سقوط ركله جزاء، هل يعودون يرسل الكره يا رب؟ الدربي يعودون، كيف تفعل؟ انظروا كيف يكون التغيير يا رب. الوجادين مرة أخرى هنا وألتراس الرجاء، ولكن شوف الوينر، شوف الوينر، شوف الوينر، شوف الوينر، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون، إنهم بهذا المسمى جديد وصلت إلى أيمن الحسوني. الله الله يا رب، الفرصة ما زالوا في الملعب، ما زالت 4-2. الكرة فيها تحرك من أحداث، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء، إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون، قمة الجنون. متولي بكرة ثابتة، سيحاولون، سيتمسكون بكل الأمان، كرة عرضية رأسية، مستحيل.